بكره. محمد حمدي موجود مع المنتخب الاولمبي، غالبا مصطفى سعد ميسي هيكون بديل لاحمد السيد زيزو في المنتخب الاولمبي وتشكيله روجيرو ميكالي، وده موضوعنا التالت. ما كانش في اي مشجع مصري يتخيل من كل الدوشه اللي حصلت قبل الاولمبيات وكميه الازمات اللي حصلت لهذا المنتخب انه هيجي اليوم اللي تيري اونري يتكلم عن منتخب مصر الاولمبي بعد نهايه لقائه مع منتخب الارجنتين ويصف المواجهه مع المنتخب المصري بالمعقده، ويقول ان المنتخب الاولمبي ده ومدربه والسيستم اللعب اللي موجود هو سيستم عالي واحترافي، وانه المنتخب المصري سيجعل المواجهه معقده على المنتخب الفرنسي، وان الكواليتي الموجود داخل هذا المنتخب هو منتخب عالي جدا. ده كلام تيري اونري الذي كان حاضرا في 2003 في ماتش الطيارات كما وصفه جمال حمزه، سيسي وروبر بيريز وتيري اونري اللي اطاحوا بينا بالخمسه في مباراه مصر مع فرنسا الشهيره في 2003 وديا. ده كلام تيري اونري عن المنتخب اللي بيقودني لحاجه مهمه جدا. منتخب مصر قدام باراجواي قدام اسبانيا تحديدا لعب على الصمود وعلى فكره انه ازاي اقاتل قدام اسبانيا حتى اللحظه الاخيره عشان اطلع كسبان، ازاي ارجع في نتيجه قدام باراجواي واقود المباراه لركلات الترجيح. واحيانا هنا بيختلط المفهوم لانه دي نفس القصه اللي كيروش لعب عليها في كاس الامم وكان بيتهم بانه بيلعب بطريقه دفاعيه ما فيهاش جديد، وكان دايما بيتم تسليط الضوء على منتخب 2008 منتخب حسن شحاتة افضل جيل في تاريخنا افضل كرة في تاريخنا وكأنها المعيار الدائم. فاسمحوا لنا اولا ننسف المعتقد، دمر الثوابت. مصر كوت ديفوار 2008 كسبنا بالاربعة افضل منتخب بيلعب كرة في افريقيا كوت ديفوار، بس كسبنا ازاي؟ هل بنلعب تيكي تاكا وبننقل يمين وشمال؟ تعالوا نفتكر مع بعض. منتخب مصر لعب على الكرة العالية اللي كان متعب وعمرو زكي موجودين فيها علشان متعب ينزل ويحجز علشان الهجمات تبدأ تيجي لصالح المنتخب المصري، من تاني وتالت ورابع متعب بيحجز تروح لعمرو زكي عشان يكمل سياق الهجمة، وده كان الهدف التالت للمنتخب المصري. اللي فوق واحد ممكن نرجع دي يا جماعة من الأول، يعني نرجع لدين الأول عشان فيها نقطة مهمة جدا، ممكن نقف هنا ممكن نقف هنا. متعب ما بينطش مع المدافع، متعب بيحجز فقط لغير، بيحجز فقط لغير، والتاني هجام. دي كانت قوة منتخب مصر، ازاي تلعب لعب مباشر على اتنين مهاجمين تقال جدا، يكفي الباص من عصام الحضري علشان اللي قدامك ده يحصل. دي حاجة. الحاجة التانية انه ازاي تقدر تقطع الكورة بسرعة من الاساس، ده تاني وتالت ورابع نقل الكورة، الاخطاء الفردية، ابو تريكة موجود، الكورة رايحة عند محمد زيدان. ده كان شكل المنتخب المصري في انك ازاي تستغل اقل عدد من التمريرات عشان تضرب بيها كوت ديفوار شخصيا. التانيه بقى ودي الاهم، فكره قطع الكوره بسرعه. احمد حسن حسني عبد ربه اقطع الكوره بسرعه علشان التحولات بالمنظر ده، لكن شوف مين اللي قطع ومين اللي عمل التحولات. الشاهد من القصه ايه؟ ان احنا ما كناش منتخب تيكي تاكا، ولا عمر هويتنا كانت كده، ولا هتبقى كده قريب. دي الفكره. فالمنتخب اللي عمل ده واللي صنع ده كان منتخب مبني على الصمود، على اللعب الواقعي، على الاستناد على مفاتيح قوة واضحة، وده تقريبا اللي كيروش حاول يعمله مع منتخب مصر، اللي ميكالي بيحاول يعمله دلوقتي مع منتخب مصر، انك ازاي تستغل اوراقك الرابحة، تلعب على اخطاء المنافس، يكون عندك واقعية في النقل السريع لحد ما توصل للمرمى، وغير كده انت بتصمد دفاعيا. الماتش ده عصام الحضري انقص فيه ما لا يقل عن 3 4 فرص، حسني عبد ربه وشايل كورتين ما يضيعوش، فكان في صمود. دي هوية منتخب مصر اللي ان شاء الله تكون حاضرة بكرة قدام المنتخب الفرنسي.